مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز حاليا انا باتجاه الجيم، واليوم رح نكون عم نعمل شولدرز وترابس. جايز كرمال موضوع ركبتي باخد علاج للمفاصل وبيخلص العلاج بثلاث اشهر، ان شاء الله نلاقي تحسن بالموضوع. يلا نبلش.
هيدا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان لازم اعمل بعد كارديو بالاخر بس ما بقى معي وقت، بدي اروح صور لفيديو السبت. وهيك بنكون وصلنا لنهايه هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.